البنجر او البيت روت او الشمندر، مليان بوتاسيوم ومليان فيتامينات مهمه لجسمك، بيسيطر على ضغط الدم جدا لان هو في حاجه اسمها نايتريتس اللي بتتحول لنيتريك اوكسيد اللي بيعمل فازو دايلاتيشن او بيفتح الشرايين بتاعتك فبيقلل ضغط دمك، لدرجه في ابحاث وجدوا ان هو بيقلل الضغط لغايه من 4-10 مليمتر اباقي. الناس بقى اللي بتتمرن ده بالنسبه لهم كنز. لقيت واحد عايز يدور ويجيب مكمل غذائي ارجينين وسال على الارجينين. الارجينين يا جماعه جوه البنجر، ليه؟ لان هو بيعمل نفس مفعوله، بيديني في الاخر النيتريك اوكسيد اللي هيساعدك ان هو يبرز عروقك، اللي هيساعدك ان هيوصل الدم والاكسجين كويس للعضلات، وهيحسن الاداء الرياضي، وده حسب دراسات اتعملت. وجدوا ان هو رفع كفاءه الميتوكوندريا وكمان زود عددها. الافضل فايده منه استخدمه قبل التمرين من ساعه لساعتين. في البيتالينز اللي هتقلل الالتهابات، ادوا للفيران عصير بنجر وجدوا ان هو قلل التهاب الكلى عندهم. عملوا تجارب على البشر لقوا ان هو قلل التهاب المفاصل عندهم. في الياف هيساعدك على الهضم وهيغذي البكتيريا النافعه ويحافظ على الجات بتاعتك او الامعاء بتاعتك سليمه وهيقيك شر الامساك. النيتريتس اللي فيه بتوصل الدم كويس للدماغ والمخك فهيساعدك في التركيز، هيحسن حالتك النفسيه، زياده قوه الانتصاب والصحه الجنسيه عند الراجل. مضادات اكسده فمضاد للسرطانات، بس خلي بالك لو انت جسمك معرض لحصوات خاصه من نوع الاوكزاليتس ابعد عنه او قلل منه. لو عندك مشاكل كتير في المعده او قولون عصبي بيشد عليك بسببه قلل منه او ابعد عنه تماما. في النهايه كان معاك دكتور محمد اسماعيل، قناه كبسوله التغذيه. اعمل فولو لايك وشير، تابعني على كل المنصات باسم قناه كبسوله التغذيه، سيب اسئلتك في الكومنتات وابعت رساله للمتابعات الاونلاين. اتمنى اكون فدتك، شكرا. انا جبت ميه فداك.